بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. سنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، سنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحطوا واحد الوصفة صالحة للبنات اللي ما عندهمش الجذب لأي رجل، ما عندهمش سوقهم خاوي، ما عندهم والو، كيبغوا يتزوجوا، تيبغوا انهم يكونوا محبوبات، تيبغوا تهما سوقهم يعمر ولكن سوقهم خاوي ما فيه والو. هنحاولوا اليوم ان شاء الله ندير واحد الوصفه لجذب الخطاب او جذب الحبيب او جذب الزوج. مهم على حسب نيتك انتي واشنو بغيتي. المهم هاد الوصفة صالحة لتعجيل الزواج وجذب الخطاب للمنزل بحول الله وقوته. غادي نحطو هاد الوصفة وحنا مطمئنين لأن في آيات قرآنية، ونحاولو غادي نديرو هاد الوصفة الصالحة للبنيات اللي عندهم تعسير في الزواج، اللي عندهم موانع من الحسد والعين والمس. هنحاولو نديروها وحنا غادي ناخدو واحد الكميه ديال الملحه، وغادي نقلبو على الفوه. الناس اللي في المغرب او الناس في الجزائر او في تونس، الفوه راه تعرفوها، الفوه هي عشبه تيقول لها الفوه، ما عندهاش شي اسم اخر. اللي بغى يسول على الاسم ديالها يدخل لجوجل ويسول على الفوه. الفوه هي صالحه لتطهير البدن مع الملحه والمسك. ناخذوا هذه الكميه غادي نقراو عليها وغادي نقسموها على ثلاثه مرات، غادي نعوموا بها ثلاثه مرات ان شاء الله بحول الله وقوته. المهم نحاولوا ناخذوا يوم في الاسبوع، اثنين ام السبت ام الخميس على حسب القدرات ديالك. المهم تعوم ما بين الصبح حتى المغرب، ولكن نحاولوا هذا الماء نحاولوا نعوموا به، ولكن غنجمعوا لاننا غادي نلوحوا في مكان طاهر، ونجمعوا الماء في حوض يكون كبير، ونجمعوا الماء ديالنا ونلوحوه في مكان بعيد عن المنزل، ولكن لا يمشي في المراحيض او في الحمامات. ولكن قبل ما نقراو عليه هذا نحطو المهم الفوه والمسك والملحه. الناس اللي عندهم عوامل ما عندهم سوقهم خاوي، ما تيسول فيهم حد، باغين يجذبوا الزوج عياو، ما يديروا في الوصفات وما نجحات لهم حتى حاجه. هاد الفوه الصالحه للناس اللي ما ناجحه معاهم التوصفه، والمسك للعوارض والملحه للعوارض. ولكن الايات غادي نذكرهم ان شاء الله، هتقراوهم سوره الكوثر، هتقراوها 21 مره على هاد الملح وعلى هاد الكميه ديال المسك. اما سوره الانعام الايه 122 تيا نقراها 122 الايه 122 من سوره الانعام، نقراها تيا 21 مره. سوره الانعام وسوره الكوثر، عندنا الوقت اللي تنكونوا نقراو نحاولوا نقراو ونفتو حتى نكمل القراءة 21 مرة من كل سورة. الكوثر 21 والآية 122 من سورة الأنعام نقراها ونفت على هاد الملح. ولكن هاد الملحة نقسمها على ثلاث أجزاء، المسك على ثلاث أجزاء، لأن غادي نحاول أننا إن شاء الله غادي نعوم بها ثلاث مرات. ناخذ يوم في الاسبوع ونقرا عليهم، وانا حافظ بالاجزاء الثانيين في مكان طاهر حتى يوصل الوقت ونجبد واحد الجزء ونعوم به. قبل ما نبدا هذه الوصفه نحاول نصلي ركعتين لاستخارة الامر،
ونشكر الله ونذكر الله باش ربي يذكرك، وتحاولي انك تجبدي الطاقة الرحمانية من هذه القراءة، ونتوكل على الله باش ربي يسهل هذه الوصفة، وسولوا على هاد العشبة اللي قلت لكم راه صالحة في تطهير البدن، والناس اللي ما تنجحوش ليهم الوصفات. إذن الناس اللي باغيين يسولوا عليها يدخلوا لجوجل ويسولوا عليها ويقلبوا على الاسم ديالها، ويحاولوا يبحثوا في الأعشاب اللي تنحط، لأن الإنسان اللي بغى حاجته يحاول يقلب على الحاجة ويوصل لها ويسول ويبحث. أما أنا علاش تنهضر بزاف وتنعود التكرار في الوصفة؟ لأن باش وتنكتب باش كل شيء يوصله المعلومة، يكون عارف اشنو كاين في الفيديو. حاول الانسان يكمل الفيديو باش يعرف انه يعرف المعلومه كامله. المهم هذه الوصفه راه صالحه لجذب الازواج للمنزل وبنيات الزواج. ديري هذه الوصفه بنيه الزواج ان شاء الله، وغيكون عندكم زواج باذن الله، وحنا متفائلين خير ويكون عندكم نصيب ان شاء الله. حاولوا تسولوا على الفوا بأي اسم إذا كانت عندكم في المدينة اللي انتم فيها، شريوها رية صالحة لتطهير البدن. الناس اللي ما ناشيش معهم التوصفة. إذا ما بقى لي غير نقول لكم خليوا لي لايك ودعموا القناة وفعلوا الجرس وتأبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.